أنا عبد العزيز طربوع من جماعة ولاد سبيطة بوقلاد إنسانة. عندنا شي مشاكل أخويا في أرض سلالية، حنا فوتنا اليوم 355 هكتار، واليوم تفاجأنا بأن الضوحة شركة الضوحة خرمت لينا على 740 هكتار وضايعين في الحقوق ديالنا، وهاد الحقوق ديالنا اغتصمونا النواب هما اللي فوتونا الأرض دون تفاهم مع الجماعة. بمساعدة السلطات المحلية وقائد الجماعة وكل من الوصاية والداخلية، وحنا اليوم تقريبا من شهر 5 وحنا كنحتجوا، احتجينا في الداخلية في العمالة في أي جهة اللي مسؤولة على هذه الأرض أراضي الجمهور، حتى واحد مفتح الباب في وجهنا، تلقوا القمع، تلقوا الضرب، تلقوا التهديد من السلطة المحلية ومن السلطة المعنية بالأمر. النواب كلاونا وباقا هاد الوصاية ولا هاد الداخلية كتعاون مع هاد النواب غير شرعيين. النواب ما انتخبناهمش حنا، النواب انتخبتهم السلطة وتينتازو الأراضي ديالنا وتحكموا اليوم علينا بالإفراط، وهاد الشي عيب وعاش الملك.